يا نشو حاول يحيرني واقول له روح. خد تجري ايه؟ اتخانقت مع حد؟ لا لا تعال تعال انا عايزك في موضوع. تعال 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 بس اقعد بس. يعني ما اتخانقتش؟ لا يا ابني مفيش خناقه. خناقه ايه؟ بص انت اكبر اخواتك عشان كده انا جيت لك. خير يا حاج؟ في مشكله بيني وبين امك. انت كبرتوا على الحاجات دي يا حاج. امك بتعاندني. ده شغل عيال صغيره. بتقول ايه يا هلا؟ ايه اللي حصل يا حاج؟ كل ما اقول لها اعمل لي شاي تقول لي اعمل لنفسك. كل ده عشان الشاي؟ لا واجي من الشغل تعمل لي رجلي ميه بملح زي عمك احمد. ده ايه جوز السيد ده؟ ده ابنك ما تعملوش كده. يا تحل انت الموضوع يا تتجوز عليها. تتجوز؟ انت حالتك حاجه يا حاج. وحياه امك؟ اقصد يعني يوميتك على قدك، يعني اليوميه بتيجي بتروح. ما البركه فيك بقى. لا البركه في ربنا. احل لكم المشكله. بص بقى يا حاجة، ابويا بيشتكي لي منك. ابويا اللي بيشتكي لك مش انا. وما فيهاش حاجه يعني انك تسخنين شويه ميه بملح كده اول ما يجي من الشغل. شاي وكوبايه شاي صغيره عشان بس يشيل موضوع الجواز ده من دماغه.